نشرة الليلة، رحيل فيدال رفيق العالم الثائر ونبض جيفارا. الرفيق سعد رؤية مستقبلية مشيا على الأقدام بمياه وعروبة. ولقد نجحنا بحمد الله في تجنيب لبنان الانزلاق نحو المخاطر المحيطة. التأليف الحكومي مجمد والتيار لن ينتظر. عرض علينا الرئيس خرير الأشغال مع الشؤون الاجتماعية ومع الأعلام ومع وزارة لخليف هو الوزير الحالي ميشيل فرعون. نحن عم نطالب بحكومة وحدة وطنية يعني بتشمل الجميع، إنما في قواعد لتشكيل الحكومة ونحن ملتزمين فيها. الجديد تكشف سقوط ملكية الشاطئ الشعبي والعقد أساس الملك. ما عندي موجب اثبات حسن نيتي لحدا، انا كمالك عندي موجب، عندي موجب. اسمحي لي اسمحي لي ولا لحدا ولا لحدا اسمحي لي انا اسمحي لي. الكويت تنتخب ورئيس مجلس الامه للجديد. كل نظام انتخابي له سلبياته وايجابياته، والصوت الواحد ليس استثناء، له سلبياته وعليه ايجابياته. وفي نشره فن الخبر رساله فيفي عبده الى الرئيس عون. يا مساء البول على لبنان، بنبارك لهم على رئيسهم الجديد، بنقول لهم ربنا يوفقهم ان شاء الله، ونتمنى لهم الاستقرار والسعاده. وفي ترندز الليله دعايه ارهابيه. شو بدك تقول؟ تابعونا الساعه 7 ببرنامج هنا حلب يوم السبت مع شادي حلول. هذه العناوين واكثر تتابعونها في النشره بعد قليل. مساء الخير. عن عمر ناهزت 90 لا، عن كوبا الأبية، عن حكاية حرية توفي فيدال. هو الثورة المستمرة، ويكفيه عزة أنه كان شوكة أمريكا في هذا العالم، ورجلا لم تفرش له الثورة طريق ورود، بل زرع من حول الولايات المتحدة حديقة يسارية مناهضة للقوة العظمى. هو نبض كوبا الذي تعثر عليه تعثر عليه في مدارس ومستشفيات عممها للفقراء، في زعامة رسمت على صورة رغيف خبز ولو حكمت 50 عاما. رحل فيدال أليخاندرو كاسترو، الاسم التوأم لتشي غيفارا، وإذا كان مرضه المعوي قد أقعده منذ 10 أعوام، فإنه تسبب بأمراض في المعدة السياسية للولايات المتحدة على مدى عقود، واختار الحصار على التبعية. على أرضه معتقل غوانتانامو، لكن الزعيم الكوبي شكل في حياته السياسية غوانتانامو مقلقة لأمريكا التي لم ينفتح عليها إلا في عهد باراك أوباما. رفيق غاب، ورفيق فك عزلة غيابه بخطاب ليس كخطابات كاسترو المعمرة. سعد الدين رفيق الحريري، زعيم تيار المستقبل، اعتلى مسرحا سياسيا مستجدا، طلة وموقفا. كسر الحريري كل التعاليم الجافة السابقة، وتخطى تلك الابتكارات المصطنعة التي كان يرشد إليها عن غير دراسة. وعوضا من نزع الجاكيت، قرر أن ينتزع الحواجز بينه وبين الناس، وأن يكون من الشباب بلون أزرق يحمل بطاقة الدخول والانتماء على صدره كبقية المشاركين. مشى الحريري على مسرح الخطابة كمن يتمشى في وسط المدينة، يتحدث إلى المارة ويمازح بعضهم، وعندما يهم بالعطش في ظمأ مقصود يبحث عن كوب ماء، خلناه للحظات أنه سيكون كوبا من الليمونادة. خطاب الرفيق سعد غلب لغة العبور إلى العروبة كخيار لا يدفع الآخرين إلى اليأس ليرمي بهم في أحضان الدول النووية، فقال في لفتة نادرة
نحن تيار هوية لبنان العربية، فالعروبة فعل انتماء عميق إلى بيئة حضارية وإنسانية وثقافية، ولن تكون فعل استقواء ووصاية وهيمنة ولا وسيلة لاستيراد الولاء الطائفي والمذهبي. وخجلاً مر على السلاح من دون أن يصعد بحزب الله على مسرحه الشعبي طلباً للجمهور، وإن تحدث عن تيار الجامعات لا تيار الميليشيات. كان سعد الحريري في أكثر المراحل قرباً إلى الناس والعهد والحزب والدولة والعروبة، على نقيض ما زعمته ماري لوبان في احتفال السفارة اللبنانية في باريس عندما غيرت هويتنا وصفتنا وقالت لنا: أنتم اللبنانيون لستم بعرب. ومع منسوب العروبة ارتفع رصيد الحريري الذي قدم خطابا خاليا من الخطايا السياسية تجاه خصومه، متجنبا الكلام المستعطي للشعبية، ومحاولا بمعجزة العصر تحويل مياه الشفا إلى ليمون وحامض، عابر لزمن الخلافات ومضطر للحنجرة السياسية. نقد لتيار المستقبل في مؤتمره العام الثاني، ورئيسه يرفض أن يكون عددا يضاف إلى الأطراف السياسية من دون التطرق إلى مستجدات التأليف الحكومي. دولة الرئيس سعد الحريري. بعد 6 سنوات فاصلة عن المؤتمر التأسيسي الأول، دخل الرئيس سعد الحريري قاعة البيال للقاء مناصريه. وين إيش هيعملوا فينا بعد المؤتمر؟ وبعفوية خاطب قاعدته الشعبية في المؤتمر العام الثاني، وطالبهم بإجراء مراجعة نقدية لمسيرة التيار الأزرق مع تقديم اقتراحات وحلول. ولقد نجحنا بحمد الله في تجنيب لبنان الانزلاق نحو المخاطر المحيطة، وقررنا أن نقوم بتسوية سياسية. أول شيء حأشرب مي بعدين إن شاء الله. هذا الحق على هاني. نحن تيار هوية لبنان العربية، تيار الشرعية، تيار الدولة القوية التي لا تتقدم على سلطتها أي سلطة، ولا يشاركها في سلاحها أي سلاح، تيار الجامعات لا الميليشيات. كلام الحريري التصعيدي بوجه حاملي السلاح عند كل خطاب له وضع علامة استفهام حول ما أنتج الحوار الثنائي من تقدم. هو يعبر عن موقف التيار الدائم فيما يتعلق بما يسمى مناصرته للدولة وسلطة الدولة، وعلينا أن نستمر في الدفاع عن موقفنا، ونحن نعتز بأننا نعتبر أننا على حق مع انفتاحنا على الحوار. غياب زعيم المستقبل القسري لمدة 4 سنوات فسح في المجال أمام الأصوات المعارضة لكي تترسخ، وكلفه النكسات في بعض المراحل. اللواء أشرف ريفي هو بيقول عن نفسه أنه ليس في تيار المستقبل، فليش بدنا نعتبره في قلب تيار المستقبل وأنه صوت معارض؟ انتخابات البلديات يمكن نحن ما قرأنا بشكل صحيح رغبة المحاذبين تبعونا، استفاد من هذا المناخ، وأكيد يعني بالنهاية جمهور المستقبل هو اللي كان إلى جانبه بهذا القرار بهذا الخيار، لكن هذا مش معناته أنه الناس انسحبت من تيار المستقبل. 2400 عضو في تيار المستقبل شاركوا في مناقشة وثيقة المؤتمر السياسية والورقة الاقتصادية والاجتماعية والأمور التنظيمية بعد جولتين من التأجيل، الأولى بسبب غياب رئيس التيار والثانية لأسباب تنظيمية. يعني أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي، طبيعي هذا شيء ديمقراطي ضمن الأحزاب السياسية. انتهى اليوم المستقبلي الأول على أن يكون اليوم الثاني انتخابيا، فيشهد ولادة المكتب السياسي الجديد لتيار يتطلع إلى المستقبل بعيون الماضي. رواند أبو خزام، قناة الجديد. في أيار 2009 عقد تيار المستقبل مؤتمره الأول في البيال، وأصدر وثيقته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
دعت الوثيقة آنذاك إلى تطبيق القرارات الدولية على رأسها القرار 1701 وإلى دولة مدنية وتعزيز القضاء واعتماد قانون انتخابي عصري. هل تتكرر العناوين في وثيقة الغد أم تشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة؟ فترة مراوحة على الصعيد الحكومي وسط حقل من العثرات جعل ولادة حكومة الوحدة الوطنية عسيرة، خصوصا أن رئيس التيار الوطني الحر في جولة على أمريكا اللاتينية مع تمسك الرئيس نبيه بري بحقيبة الأشغال والمردة بحقيبة أساسية خدماتية. عاجلا أم آجلا رح نشهد ولادة حكومة، والأمل اللي وصل لعند اللبنانيين ما رح يوقف. بتاخد شوية وقت، هذا شيء طبيعي، كل عمر الحكومة بتاخد وقت، ولكن عاجلا أم آجلا رح نشهد. هل متمسكين بالمردة ووجودهم بالحكومة رغم أنهم عم يطلبوا يمكن حقائب عم يتخانقوا عليها؟ نحن عم نطالب بحكومة وحدة وطنية يعني بتشمل الجميع، إنما في قواعد لتشكيل الحكومة ونحن ملتزمين فيها. تصور خلال أسبوع منعرف إذا الحكومة على ولادة قريبة أو أنه الأمر مش أمر رمانات بل قلوب ملاني. هل معقول أنه ينعلن الجهاد الأكبر مثل ما سموه البعض؟ الجهاد الأكبر هو من أجل لبنان، الحكومة جزء تفصيل في ذلك، ولكن الجهاد الأكبر هو إعادة العافية للبلد. المساعي مستمرة والمطالب كثيرة والجميع ينتظر حصة. الحقيقة يعني في عمل جدي وشغل جدي لإنجاز الحكومة بأقرب وقت ممكن، لأن البلد بحاجة أنه يكون في حكومة فعلي وتكون انطلاقة قوية وجيدة للعهد. فالعمل جاري بس ما حدا بيقدر يحط مواعيد. تم تحديد الحقائب والأسماء اللي من قبل تيار لا، لكن في تيار مستقبل إجمالا ما في مشكلة. نتأمل أنه تكون الحكومة سريعة وتصدر في أيام قليلة، لكن يبدو أنه ما زال في هناك بعض الاتصالات والعقبات للتزليل، وهذا قد يستغرق بعض الوقت الإضافي. بالنسبة لوجودنا بالحكومة، احنا نعم نرغب بأن نكون بالحكومة، المفاوضات بعد ما وصلت إلى نتيجة واضحة. تذرع الرئيس المكلف سعد الحريري بعدم وجود هوامش كثيرة تتيح له التصرف بالوزارات واقع يصعب ولادة الحكومة في الأيام المقبلة. رواند أبو خزام، قناة الجديد. بعد حياة مديدة زاخرة بالنضال ونصف قرن في السلطة، الزعيم الكوبي فيدال كاسترو يسلم الروح. توفي رمز من رموز الثورة وقادتها في العالم، الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو عن سن ناهز 90، بعد عمر أمضى نصف قرن منه في السلطة قبل أن يضطر للتنحي عام 2008 بسبب وضعه الصحي، يتولى أخوه راول كاسترو زمام الحكم. قاد كاسترو ثورة يسارية في بلاده التي بقيت تحت الحصار الأمريكي لعقود، انتهت بإعادة تطبيع العلاقات وتبادل السفارات والزيارات. ولد فيدال أليخاندرو كاسترو في 13 من آب عام 1926، وأصبح رئيساً لكوبا عام 1959 عندما أطاح بحكومة باتيستا بثورة عسكرية. ارتبط اسم كاسترو بالثائر تشي غيفارا، فكان له بمثابة الذراع اليمنى، ولعب الدور الأبرز في مساندة ومؤازرة رفيقه الكوبي إلى أن انتصرا معا في ثورتهما على الحكم الدكتاتوري. وعندما وصل كاسترو إلى السلطة لم يتركه غيفارا، بل ظل إلى جواره للنهوض بالبلاد والترويج لأفكار الثورة في العالم، فكان تشي بمثابة الرجل الثاني في حياة الزعيم الكوبي فيدال كاسترو النضالية. عام 1965 أصبح كاسترو الأمين العام للحزب الشيوعي في كوبا وقاد تحويل البلاد إلى النظام الشيوعي، ويردد أنصاره دوما أن كاسترو قد أعاد كوبا إلى شعبها. في العام 1976 أصبح رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وكان أعلى قائد عسكري. ووفقا لمسؤولين في الاستخبارات الكوبية، نجا الرئيس الراحل من 600 محاولة اغتيال، كان أبرزها تجنيد عشيقته لقتله بحسب وثائق بثته شبكة CNN الأمريكية. كوبا
كاسترو الذي كان يقول إنه لم يتوقع أن يعيش 90 عاما أوصى بإحراق جثته عند وفاته بحسب رسالة النعي التي تلاها شقيقه الرئيس راؤول بعدما عاش سنواته الأخيرة في عزلة نسبية وكتابة مقالات الرأي قبل أن يظهر في اجتماعات مع كبار الشخصيات الدبلوماسية في الفترة القصيرة الأخيرة محافظا على سلطة معنوية لا سيما في الذاكرة الشعبية الكوبية. وفيما أعلن البيت الأبيض إثر وفاة فيدل كاسترو أن الرئيس باراك أوباما يعبر عن صداقته للشعب الكوبي، رأى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن فيدل كاسترو كان ديكتاتورا وحشيا قمع شعبه قائلا إن إدارتنا ستبذل كل ما في وسعها لتضمن بدء الشعب الكوبي أخيرا رحلته نحو الرخاء والحرية. اعتصام مجموعة الحراك ومنظمات شبابية على شاطئ الرملة البيضاء. لكي يبقى شاطئ الرملة البيضاء ملكا عاما ومتنفسا لطبقات المجتمع الفقيرة وذوي الدخل المحدود، نزلت مجموعات الحراك والمنظمات الشبابية مطالبة بالأملاك العامة. وعلى طول كورنيش الروش سار العشرات حاملين اللافتات المنددة بالصمت الرسمي والمطالبة برفع اليد عما تبقى للشعب اللبناني، وأعلن المتظاهرون رفضهم لمشروع الأيدن روك. اليوم محطة وتأمل تقدر تطلق تحرك يلي منه محصور بقصة الرملة البيضاء. عنا بطرابلس نفس الشيء، عنا على طول الشاطئ نفس الشيء، عنا الردميات اللي عم بتصير بحجة الزبالة، وأبعد من هيك عندنا منظومة كاملة بيّنت من خلال الوثائق يلي خلال 80 أو 90 سنة بشكل دؤوب عم بيتم تزوير وتغطية لعمليات السطو، وأكثر من هيك تتكحل الصورة في بعض القضاة يلي عم بيطلعوا قرارات من غير شر، يعني شيء بملك ناس بالبحر. تحركات عم تكبر عم تستمر وبوتيرة سريعة أكتر. اليوم كان تحرك جمع معظم المجموعات اللي هي عم تشغل على هذا الموضوع، وبتخيل العالم بلشت عم تتجاوب مع التحرك، وفي تحركات رح تستمر لحديت ما نضمن أنه هذا الشط يبقى للناس. بدنا من كل الناس تنزل وتقول لا لهيدي السرقة الممنهجة للأملاك العامة، انه ما في بلد بالعالم ما في المواطن ينزل على الشط تبعه. الشط هو من الصخر للصخر، الشط هو حق دستوري، حق التراجع كمان، حق الوصول لكل مواطن. واكد المتظاهرون استمرارهم في تحركاتهم الى حين تحقيق مطالبهم. وتزامنا مع اعتصام الرمل البيضاء سجل اعتصام في ميناء طرابلس رفضا لاستملاك الاملاك البحريه. علاقتي بالبحر هي علاقة صداقة منذ الطفولة، ولما بموت فأولادي حيورثوا هالوقفة ذاتها وحيورثوا هالقعدة ذاتها وهالتأمل ذاته. لكي يستفيد أولاد مصطفى وسواهم من أبناء الميناء من هذا الشاطئ الجميل، اعتصمت الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء على كورنيش الميناء في طرابلس رفضا لتحويل هذا الشاطئ إلى ملك خاص. تفاجأنا من حوالي الأسبوع بسند تملك ل عقار مفترض أخذ رقم 1403 اللي هو ببلش مطرح منا واقفين تماما ومناخذ لجهة البحر. سألنا عن الموضوع وبلشنا تحركنا سريعا تنعرف عن الموضوع، بينا أنه استحدث عقار بقرار قاضي القاضي ضم الفرز بطرابلس القاضي نزيح الكيري. بيقول القرار أنه أول عام رحلتين صدر 2013 بيقول أنه ضم جزء من الأملاك البحرية مطرح منا عم نحكي عليه هون بمساحة 30,000 متر ل تحويلها لأملاك خاصة. هنمشي بكافة الإجراءات القانونية والإعلامية لا استرجاع هذا الحق اللي بنعتبره أنه هو الملك العام المفروض أنه هو ما يسقط تحت أي سبب لأملاك خاصة. نحن كقطاع صيادين الأسماك ضد أي تمليك على الممتلكات البحرية العامة أو أي ردميات بتحصل على الشواطئ الغربية لمدينة الميناء. بلدية الميناء ترفض أيضا رفضا قاطعا قرار الاستملاك. في أرض وهمية أعطاها رقم وهي مسطح مائي لا وجود له بالبحر، ويتعارض مع كل المراسيم اللي تعاقبت على وزارة الأشغال أو ببلدية الميناء أو بمخطط توجيهي عام من عام 1961.
هلا ما يعني اكبر شيء لما نقول 61 لليوم في 20 مرسوم و20 قانون ثبتوا واقع الحال، خرقوهم كلهم وخلقوا شيء جديد للارض الوهميه اللي بعرض البحر، مسطح مائي ما في ارض. في ميناء طرابلس حيتان من نوع اخر، لا حيتان بحريه بل حيتان مال وسياسه تفترس البحر وما فيه. قرار القاضي جمد وليس معلوما إن كان سيعود إلى السريان في المستقبل القريب، مطيحا كل الاعتبارات ومجردا أبناء طرابلس من مينائهم. ليال سعد، قناة الجديد. بحسب قواعد البيئة السليمة والصحة العامة لا يمكن الإبقاء على النفايات السامة في المكبات، بل يجب نقلها ومعالجتها، فهذه النفايات قادرة على تلويث المياه والتربة. من النفايات السامة نذكر منتجات التنظيف، مستحضرات التجميل، الأسمدة الكيميائية، البطاريات والأدوية. بعد تجميد أعمال مكب برج حمود، خبراء الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية يعاينون المكب لرفع تقرير إلى القضاء. هذا الأمر القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لم يكن جواز عبور للجنة خبراء الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عينها القضاء للكشف على جبل النفايات في مطمر برج حمود، فموظفو شركة الخوري أغلقوا الباب الحديدي بإحكام وانتظروا الشرطة لتحضر، والشرطة انتظرت مفوضها. على رأسي وعيني، بس نحن عندنا رئيس شرطة، قال لي مصور له وصورت له وانا رح فوت طبقه انت صفله شو بدك تعمل نحن ما نفوت يعني بدنا نفوت ما عندنا مشكله. والدكاترة معي هون كمان معهم امر من وزارة العدل من كذا مصدر يعني. لاني ما عم بيخلونا نفوت، ما بعرف شو بدنا نعمل. هلا عم نتحاور مع رئيس البلدية، بعثنا له الكتاب اللي وبعد سيناريو الأخذ والرد دخل الخبراء ومنع الإعلام. ساعة من الزمن غادر بعدها الخبراء من دون الإدلاء بأي تصريح، إلا أن ما بات معروفا هو أن قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن القاضي رالف كركبي أصدر قرارا يقضي بوقف الأعمال التي تقوم بها شركة الخوري للمقاولات في جبل النفايات القديم في مطمر برج حمود، وذلك بعد تقدم عدد من المحامين الناشطين بدعوى في شهر أيلول الماضي تؤكد وجود مخالفة للمعايير البيئية في تنفيذ أعمال إنشاء المطمر ومعالجة جبل النفايات. ويضاف إلى الدعوة تقرير للخبير البيئي جهاد عبود قال فيه إن هنالك براميل نفايات سامة في موقع المطمر، وهو ما استدعى تعيين اللجنة التي ستصدر تقريرها قريبا وترفقه إلى القضاء. ألين حلاق، قناة الجديد. نائب رئيس حزب القوات يؤكد أن حل العقدة الحكومية عند الرئيس المكلف. مع تأخر ولادة أولى حكومات العهد الجديد برزت إلى الواجهة عقدة أخيرة، وزارة الأشغال العامة، والتي تطالب بها حركة أمل ووعد بها القوات. نائب رئيس حزب القوات اللبنانية ترك سجال وزارة الأشغال ليتابع الأشغال في منطقته، مفندا للجديد تفاصيل العقدة. قلنا بأنه ما تكون وزارة من الوزارات السيادية للقوات اللبنانية. عرض علينا الرئيس حريري الأشغال مع الشؤون الاجتماعية ومع الأعلام ومع وزارة لحليف هو الوزير الحالي ميشيل فرعون. نحن قبلنا عرض الرئيس الحريري، شو استجد بعد ذلك؟ نحن لا طلبنا فيها من الأول ولا حطينا شرط، لأنه نحن عندنا مهمة تسهيلية. المشكلة أصبحت عند غيرنا، وبالتالي أنا بنصح يتوجهوا لغيرنا لتسهيل تشكيل الحكومة يلي ما بقى في سبب لتأخيرها إلا مثل ما قلت لك يعني تطويع هذا العهد. بعد تنازل القوات عن حقيبة سيادية يرى عدوان أن حل العقدة لم يعد عندهم. حقه يطالب بالبدو يا رئيس بري، إنما نحن اليوم عرض علينا من قبل الرئيس المكلف، مفروض يكون هالشي صاير لأنه هو المكلف، عرضه يكون إجا من بعد ما تفاهم مع أو حكي مع أفرقاء آخرين. وتحدث عن فساد الحكومة حتى قبل تأليفها،
رئيس تمام سلام، يعني كان هو آدمي وهو وصف حكومته بأنه أكثر حكومة فساد مرقت بلبنان. طيب أكثرية الحكومة راجعة هلأ، طيب كيف هالتناقض؟ إذن وزارة الأشغال شغل الأفرقاء الشاغل، وكرة التأليف عادت إلى ملعب المكلف والمكلف. حسان الرفاعي، قناة الجديد. الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تجري انتخابات تشريعية، وقد استؤنفت الانتخابات في البرلمان الكويتي عام 2004 بعد توقف استمر 29 عاما. الحملة الانتخابية التي كلفت هذا العام أكثر من مليار دولار تخضع لنظام الصوت الواحد، أي One Man One Vote. شهدت صناديق الاقتراع إقبالاً ملحوظاً من الناخبين الكويتيين الذين توجهوا منذ الساعة 8 صباحاً للإدلاء بأصواتهم وانتخاب أعضاء مجلس الأمة. إقبال جيد خاصة في بداية الصباح يوم كبار بالسن، وأعتقد أن الأمور ماشية بالرتم المطلوب. يعني مرشحة شيء ضروري تكون بالمجلس، صوت مرة لي مرة يوص، عرفت شلون؟ لما أنا عندي مشكلة أو شيء أروح للمرة وايد أسهل لي من أني أروح كرجل. عم تصوتي لشخص واحد؟ أكيد. هذا الشيء بتشوفيه بطريقة إيجابية أم بطريقة سلبية؟ لا إيجابية، ما عندنا مشكلة، صوت واحد أو عدة أصوات، المهم أن اللي يوصل يكون يعني الأفضل. التصويت جرى في 5 دوائر، كل دائرة ينتخب فيها 10 مرشحين، فيكون مجموع الفائزين 50 عضواً يعدون بتغيير لصالح الكويتيين. أيضا تعديل قانون الانتخابات، بدلا يكون صوت يكون صوتين أو أكثر، لأن الصوت الواحد عزز الطائفية القبلية العنصرية وانتشار مال السياسي، فكل هذه الأمور يجب أن يتم تعديلها، إضافة إلى القوانين التي تم إقرارها في المجلس السابق يجب إعادة صياغتها. بس اليوم إذا نجحتم من الأراد عم تنجحوا بصوت واحد. أي بس ما عندنا أي وسيلة إلا خوض الانتخابات وتعديل هذا القانون من خلال مجلس الأمة. ساعات الاقتراع الأولى خصصت لاقتراع المسنين، فيما ارتفع الإقبال تدريجيا مع توافد الشباب للاقتراع في أجواء منظمة وهادئة. أمام أقلام الاقتراع نصبت الأكشاك التي لم تبخل على الناخبين بضيافتها. واحدة تطلع تعبانة من الصبح، تحتاج تريح شوي، تشرب قهوة، تشرب شاي، ماي. ساعات قليلة تفصل الكويتيين عن تحديد ممثليهم، وهم كلهم أملاً في أن يكون مجلس الأمة الجديد عند حسن ظنهم. من دولة الكويت، جوال الحاج موسى، قناة الجديد. رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم يشيد بالانتخابات البرلمانية التي تعيد حق الاختيار إلى الشعب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نحن نعيش عرس ديمقراطي، البرلمان الكويتي برلمان عريق معروف، والكويت تفتخر بديمقراطيتها، وقد عاد حق اختيار من يمثل الشعب الكويتي للمرحلة القادمة اللي هي مرحلة حساسة، مرحلة دقيقة، مرحلة فيها الكثير من التحديات. اليوم الشعب الكويتي سيختار ممثليه الذين سيتحملون هذه المسؤولية الثقيلة. يبقى ما هي المخرجات لا نستطيع أن نعرفها إلا بنهاية اليوم وبعد صدور النتائج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشعب الكويتي في اختيار من هو أهل لحمل هذه الأمانة الثقيلة، وأتمنى من يمنح هذه الثقة الغالية، ثقة الشعب الكويتي، أن يكون على قدر المسؤولية إن شاء الله في مواجهة كل التحديات الكبيرة القادمة في المرحلة. البعض يرى أن الصوت الواحد يحد من الديمقراطية في عملية الانتخابية في الكويت. لا، هناك عدة أنظمة انتخابية، كل نظام انتخابي له سلبياته وإيجابياته، والصوت الواحد ليس استثناء، له سلبياته وعليه إيجابياته. بعد الإعلان قلعة الشمع وتطرف فني. أهلا بكم من جديد. عقد استملاك شاطئ الرملة البيضاء منتهي الصلاحية. ملخص القصة التي لم توضع خواتيمها نزاع بين الناشطين ومستملك لأملاك عامة على شاطئ الرملة البيضاء. في متابعتنا البحث في أساس القضية تبين لنا ما لم ينتبه له لا الناشطون ولا الجهات الرسمية، علما أن هناك رخصة من بلدية بيروت تسمح لوسام عاشور بالاستثمار.
فبدأنا من مكتب المحافظ زياد شبيب، حيث تحدث مهندس البلدية غسان الياس للمرة الأولى. وهودي الأراضي لجنوب المسبح الشعبي يلي هن فيهم مطرح ما عم يصير هلأ نية حفر الإيدن روك المشروع، هيدي أملاك خاصة من هيدا الزيح ولفوق. وفي عندك زيادة هيدي الخريطة يلي هي ذاتها المرسوم تحديد أعلى موجة بتوصل سنة 73، بتبين لك أنه محل مهلقنية الحفرية اللي صار عليها أشكال هي أرض أعلى من مستوى الشاطئ. وهنا أساس المشكلة، حيث وفي خلال الحديث إلى المهندسة ناهد الخليل المتحدثة باسم الناشطين طالبت بالعودة إلى عام 25. حسب القانون 1925 بيقول أنه كل الأملاك إن كانت حصى ولا رمول والله أي عقارات بيضرب عليها الموج حتى آخر نقطة من الموج هي تعتبر أملاك عمومية بحرية. أما محامي إيدن باي بهيج أبو مجاهد الذي يتمسك بقانونية الترخيص فلم يستطع إثبات أحقية الاستثمار. ترخيص تباشر فيه بسنة 2014 وسلك مساره اللي لازم يسلكه بسنة 2016 بواحد أيلول تحديدا. وهنا الثغرة التي اكتشفناها. العقد الأول الموقع بال 2011 عقد تقوم فيه الشركة المطورة ببناء العقار خلال 5 سنوات. عند نهاية ال5 سنوات الشركة المطورة اشترت العقار، تملكته بتاريخ اليوم تملكته. أوكي. نعم. يعني العقد هلأ بده ينعمل؟ لا، العقد انعمل ست. يعني فينا نشوف نسخة عامة؟ لا، أنا ما فيك تشوف نسخة. فعقد بيع العقارات بين عاشور بهادي أغا مالك معظم أسهمها وقع في 19 من أيلول عام 2011 لمدة 5 سنوات، ويلزم عاشور دفع المبلغ كاملا أي ما يعادل 195 مليون دولار، إلا أن العقد انتهت مدته منذ شهرين من دون أن يسدد منه سوى 20 مليون. الكلام اللي أنا عم قوله ثابت قيود السجل العقاري، ثابت ببلدية بيروت. أنا كمالك ما عندي موجب إثبات حسن نيتي لحدا، أنا كمالك عندي موجب، عندي موجب. اسمحي لي. لم نحصل على نسخة من العقد الجديد ولم نجده في السجل العقاري، وفي اتصال مع عاشور أكد أن العقد سيبرم ويسجل في الأيام المقبلة. إذن سهم بوصلة النزاع ليس في الملكية العامة التي تقع المسؤولية فيها على عاتق الدولة المتخاذلة عن تحديد أملاكها العامة واسترجاعها، لا على المستملكين. فالإشكالية الأساسية هنا، هل يحق استكمال المشروع في عقد منتهي الصلاحية من دون تجديد العقد وتسجيله وإعلانه بوضوح؟ يمنى فواز، قناة الجديد. تعا صوب الفن لمجتمع خال من العنف والتطرف، تقرير كاتيا بيروتي. تحت شعار تعا صوب الفن انضم طلاب جامعيون لبنانيون إلى حملة عالمية لمناهضة التطرف ومحاربته بالفن، وكانت الانطلاقة من باب التبانة في طرابلس بالعمل مع أطفال وشبان وشابات من مختلف الأعمار لا سيما من هم في سن المراهقة بهدف توجيههم صوب الفن والإبداع بعيدا من العنف والتعصب. تعصب الفن هو لعب على الكلمات، هو بنفس الوقت انه العالم يجوا صوب الفن، وبنفس الوقت هو تعصب للفن بس. نحن قررنا نشتغل بطرابلس وتحديدا ببتبانة لانه التهمش اللي عم بعيشه هيدا الحي بخليكون عرضة أنه يوقع بشبك العنف. الحملة التي انطلقت منذ قرابة شهرين بدأت تؤتي ثمارها بتجاوب إيجابي وسط دعم أمني ومدني لوجستي. أولاد كتير تحمسوا على المشروع تبعنا وكتير انبسطوا هنو عم يعملوا هول الأعمال الفنية. نحن عم نتعامل مع جمعيتين بطرابلس هن بسمة وزيتونة وفوريفر لبنان. وزارة التربية عطتنا الإذن وفتنا لنفوت على المدارس، وكمان بطرابلس في الجيش عم بيساعدنا كتير. وفي حين تستكمل الحملة نشاطها، نداء إلى كل الشعب اللبناني تعا صوب الفن لمجتمع متعصب للحياة لا للعنف. لازم نساعد بعض، وكل ما نحن نكون عم نساعد بعض كل ما نحن منتقدم، وهدول الأولاد لازم يعني
كل ولد بيواجه نوع من التطرف، نوع من العنف، بده مساعدة، لأنه هدول الولاد بيكون عندهم قصص بدهم يطلعوها بتكون إيجابية، بس نحنا ما لأنه عم ناخد بس صورة الإعلام شو عم تعطينا ما عم نساعدهم. ونحن أكيد بنطلب من كل العالم يعملوا لنا فولو على الإنستغرام وعلى الفيسبوك على صفحتنا تعصب الفن، بنفس الوقت ليشوفوا كل الأعمال الفنية اللي نحن رح نعرضها، تيشوفوا هالشباب أنه كل لبنان عم بشوف هن شو عم يعملوا، وبنفس الوقت كرمال نغير هيدا الصورة السلبية. ونشاط الحملة مستمر، لن تقف حدوده عند أبواب التبانة، بل سيمتد ليشمل الأراضي اللبنانية كافة. 22/11 سنة 44 أخذ لبنان استقلاله ورجعوا كل المغتربين على الوطن. حكمة قصير رحل عن عمر ناهز 96 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء. لدى نيله وسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس قبل نحو 13 عاما، استعان رجل الأعمال حكمة قصير بقول للشاعر الفرنسي فيكتور هيغو الذي قال: لقد فعلت ما استطعت. اليوم رحل حكمة قصير وقد فعل ما استطاع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، الرجل الذي أدى دورا بارزا في نصرة تحركات التحرر من براثن الاستعمار الغربي في أفريقيا كان في مقدم الداعمين للقضية الفلسطينية. ولد حكمة قصير عام 20 في صور، وهو من أبرز الوجوه الاغترابية، انتخب بين عامي 56 و64 ممثلا للجالية اللبنانية في السنغال في وقت كانت فرنسا متورطة في حرب الجزائر، وقد استطاع بحنكته الحفاظ على مصالح الجالية اللبنانية تزامنا مع اعتراضه على هذه الحرب. نظم حكمة قصير لقاء بين الرئيس جمال عبد الناصر والإمام موسى الصدر عام 67، ووضع حدا لشائعات تناولت الإمام في ذاك الوقت. نشط في لبنان في الأعمال الخيرية من خلال إنشائه مؤسسة باسمه، برز دورها في الحرب الأهلية في مساعدة المحتاجين وإسعاف الجرحى وتجاوز آثار الحرب، وتوسعت أعماله الخيرية لتشمل مؤسسات اجتماعية عابرة للمناطق والطوائف. يعني هذا الغرفة عندها كتير ذكريات لأنه لكل العائلة، لأنه كل ما نجي نشوفه لجده نلاقيه على المكتب عم بيقرأ أو عم بيراسل أو عم بيكتب شيء. وعمر يعني عمره كان 96 سنة، ورغم ذلك كان هو عم بيتابع كمان صفوف بالجامعة باليسوعية صفوف تاريخ. هون بتشوف صورة والده الحاج عبده قصير من صور، هون بتشوف بيسام جوقة الشرف برتبة فارس، وهو يعني هو كان مميز. ليش؟ لأنه بكل مجتمع عاش فيه كان يحب يعطي وبغض النظر عن الدين أو الجنسية. من أبرز أفكار قصير الدعوة إلى إنشاء ما يسمى مصرف التنمية الاجتماعية بهدف تأمين الاستشفاء والأدوية بسعر التكلفة للمحتاجين ولذوي الدخل المحدود، وتوفير التعليم الإلزامي وتأمين مساكن شعبية ضئيلة التكلفة أو بأجور رمزية لمن هم بحاجة إلى ذلك. في جنوب لبنان وحده 10 قلاع، أهمها قلعة شقيف أرنون التي شيدها الرومان وأطلق عليها اسم بوفار أي الحصن الجميل. ومن أبرز قلاع الجنوب قلعة صيدا التي بناها الصليبيون ولم يبق منها سوى أثار. نذكر أيضا قلاع تبنين ودير كيفة. أما قلعة شمع في صور فتستعيد بريقها. من جديد تعود حجارة قلعة شمع التاريخية بهندستها المتكاملة التي كانت قد تعرضت لتدمير ممنهج بصواريخ طائرات العدو الإسرائيلي في خلال عدوان تموز عام 2006. وبعد أشهر من العمل لإعادة رصف الحجارة الصخرية الصلبة العائدة إلى تاريخ بناء القلعة والتي يجري جمعها من أرجاء القلعة ومنحدراتها لتعيد قسما كبيرا من الشكل الخارجي، لا سيما الأبراج المنتشرة دائريا فتشكل لوحة متكاملة. ورشة إعادة ترميم القلعة التي بناها الصليبيون قبل أكثر من 800 عام وتستمد اسمها من مقام ديني يعرف بمقام النبي شمعون الصفا، تمولها الحكومة الإيطالية التي قدمت هبة بقيمة 700 ألف يورو، حيث تجري الأعمال بإشراف مجلس الإنماء والإعمار. مسؤول المواقع الأثرية في الجنوب لفت إلى أن حجارة القلعة الصلبة والمستديرة التي تناثرت عند المنحدرات وأطراف القلعة بفعل غارات طيران العدو تستخدم في عملية الترميم. وأضاف أن تمويل إيطاليا لعملية الترميم جاء على أساس ملف شامل أعدته وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار.
هذه القلعة تعتبر واحدة من أهم القلاع في الجنوب نظراً لموقعها المطل على بحر سور من جهة والساحل الفلسطيني من جهة ثانية، إضافة إلى امتدادها الجغرافي وتحصيناتها. وكان المماليك قد استعادوا قلعة الشمع من الصليبيين في القرن 13، ولاحقا في القرن 18 أصبحت القلعة ملكا لآل الصغير الذين كانوا يحكمون جبل عامل. وننتقل الآن إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شاهين. مساء الخير دارين، شو عنا اليوم؟ مساء الخير سمر، اليوم نشرتنا الفنية رح تكون من القاهرة، تحديدا من مهرجان القاهرة مع منى عشماوي، منتابع سوا. للمرة الثانية مساء الخير لكل المشاهدين. جرى امبارح ختام مهرجان القاهرة حيث فاز فيلم ميموزا بجائزة الهرم الذهبي. من ناحية أخرى نعى الممثل يحيى الفخراني صديقه محمود عبد العزيز. كيف كانت الأجواء؟ منشوف سوا. اختتام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي 38 بفوز فيلم ميموزا من إخراج أوليفر لاكس بجائزة الهرم الذهبي، والفيلم إنتاج مشترك ما بين إسبانيا والمغرب وفرنسا. الهرم الذهبي لأحسن فيلم وتمنح للمنتج عن فيلم ميموزا إخراج أوليفر لاكس، وتسلمها الممثل الأسباني خوان كارلوس سوان. وفي جوائز آفاق السينما العربية ذهبت جائزة أفضل فيلم عربي إلى الفيلم التونسي زيزو. تتسلم الجائزة بطلة الفيلم سارة حناشي من إخراج فريد بغدير، بينما حصد الفيلم السوري حرائق على جائزة مالية قدرها 50,000 جنيه. بحي كل امرأة سورية تتصدى للتيارات الإرهابية. تكريم مؤجل من الافتتاح حظي به النجم يحيى الفخراني الذي تلقى جائزة باسم الفنانة فاتن حمامة. الفنان القدير النجم المبدع والمتألق دائما يحيى الفخراني. محمود عبد العزيز ما ماتش طبعا، لأنه هو إحنا اللي اتحرمنا منه، لكن جمهوره مش هيتحرم. عمر الإنسان بيقاس قد ايه هو عايش بين الناس مش بجسده، مش مهم الجسد لأننا كلنا زائلين. أما فيلم الافتتاح المصري يوم للستات من إنتاج وتمثيل إلهام شاهين فكان له دور من إشادة الجمهور. لما شفته في افتتاح المهرجان مع الجمهور ولقيت الجمهور بيسقف 6 أو 7 مرات لبعض سينات في الفيلم، كنت قاعدة الحقيقة مش قادرة أقولك مدى سعادتي. أما الفنانة فيفي عبده فحرصت على تهنئة لبنان بطريقتها الخاصة. بقول لبنان بيام سائل فول على لبنان، بنبارك لهم على رئيسهم الجديد، بنقول لهم ربنا يوفقهم إن شاء الله، ونتمنى لهم الاستقرار والسعادة. لبنان من البلاد اللي أنا بحبها جدا. حرصت النجمات في حفل الختام على استعراض فساتينهن المختلفة على السجادة الحمراء. مهرجان القاهرة السينمائي طبعا ده حاجة أنا مبسوطة ومخضوضة جدا، كان نفسي احضر الافتتاح بس الحمد لله ان انا النهارده موجوده معاكم باذن الله. شايفه في تنظيم جيد جدا وفي يعني حاله كده مختلفه، فربنا يسهل ويبقى كل سنه كده على طول باذن الله. فلبنان دي ليها معزه خاصه في قلبي، وكمان عايزه اقول كل سنه وانتم طيبين وكل عيد استقلال ولبنان بخير يا رب. ولك اول شيء بدي اقول لتلفزيون جديد نورتوا مصر، واهلا وسهلا فيكم، وماني زوجة لبناني فكرمال هيك بلشت احكي لبناني بالاول، بس برجع اقول لهم مصر ام الدنيا ومصر بتنور بضيوفها. مبسوطه قوي بالاعلام العربي اللي موجود. الحمد لله يا رب الدوره 38 دوره ناجحه. مبسوطة كثير بالدعوة ومبسوطة كثير بالإيفنت كله، تنظيم كثير حلو مثل كل سنة، ومبسوطة أنه في كثير أفلام مشاركة سورية ومصرية ومن كل الجنسيات. الله يوفقهم يعني. بس
زعلانه من الهجوم اللي حصل عليا بسبب الافتتاح، لان دي ناس نفوسها ضعيفه، فانا جاي طالما جالي دعم محدش قادر يمنعني. والدعوه اللي جات لي على فكره انا كنت مخبيه، هي دعوه جالي من تامر امين وهو قابلني واداني الدعوه بنفسه، وبعد كده طلع يهاجمني. بينما تباهت سما المصري بفستانها هذه المره لتعوض حادثه الافتتاح عندما انقطع الفستان وقت تعثرها. ختام مميز بتكريم عدد من الأفلام العالمية والعربية التي تحدثت عن الإنسان والصراع والحروب ودور المرأة والربيع العربي، وأيضا تحدثت عن السلام. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. إذا لهون بتكون وصلت نشرة فن الخبر لنهايتها. بعد الإعلان تجميل العنف. أهلا بكم من جديد. وافق البرلمان العراقي على تشريع سيحول قوات الحشد الشعبي إلى فيلق في الجيش، وهذه القوات في أغلبها تحالف يضم مسلحين شيعة مدعومين من إيران تشارك في قتال داعش. وصوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لمصلحة القانون في جلسة قاطعها النواب المنتمون إلى الأقلية السنية التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش. وفي وقت لا يحدد القانون عدد المقاتلين الذين سيجندون رسميا في صفوف الفيلق، ولا يحدد تقسيم أفراده بين الطوائف، تقول قوات الحشد إنها تضم حاليا 110 ألاف مقاتل، وتقول الحكومة إن ما بين 25 و30 ألفا من الحشد الشعبي هم مقاتلون من عشائر سنية، فيما أغلبية القوات من الشيعة، إضافة إلى قليل من الأيزيديين والمسيحيين. والآن إلى فقرة ترانز مع الزميلة نور صومة. مساء الخير نور. مساء الخير سمر. طبعا اليوم بفتكر مواقع التواصل كانت مركزة على محل واحد، وهو صحيح سمر، وفاة الثائر الكبير فيدال كاسترو. مزبوط، رح نشوف كيف ضجت وفاة فيدال كاسترو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، تابعونا. مساء الخير. بعد وفاة فيدل كاسترو تصدر اسمه التوب ترندينج على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أكيد لأنه التعازي كانت من كل أنحاء العالم، والتغريدات على تويتر كانت من كل اللغات، كتار نشروا صوره وأخباره، ومن وراء السوشيال ميديا إذا كان في حدا ما بيعرفه من جيل الشباب صار يعرفه. ودعوا كاسترو ووصفوه بالأسطورة الرجل الثوري قاهر أمريكا صديق الجزائر وفلسطين، بالإضافة لكلماته يلي تداولت بكثرة وخطابه يلي ألقيه عام 1966. Así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro deber internacionalista. Decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. تم تداول فيديو لشاب قرر يعمل دعايه لبرنامجه عن لسان احد المعتقلين يلي وصفهم بالمجموعات الارهابيه المسلحه. الفيديو تلقى انتقادات كثيره، بنشوفه سوا. تحيه لكم كل اللي عم بتابعوني عبر صفحتي الشخصيه والصفحه الرسميه وباقي وسائل التواصل الاجتماعي. بدي احييكم، انا متواجد الان على جبهه مساكن هنانو، ومعي هذا الشاب هو من المجموعات الارهابيه المسلحه اللي قام الجيش العربي السوري بالقاء القبض عليه خلال عمليه الاقتحام. شو اسمك؟ اسمي محمد فرج حلاق بن ياسين، سكان حلب فصل الباب. شو بدك تقول؟ تابعونا الساعه 7 ببرنامج هنا حلب يوم السبت مع شادي حلو. شكرا لك. بس كلمة واحدة، كيف كانت معاملة الجيش معك؟ ولا أحسن مني. تفاصيل سبت في الساعة 7 المساء برنامج هنا حلب مع شادي حلو. تحياتي لك. تعرضت قناة مغربية لانتقادات واسعة بعد بثها حلقة من برنامج صباحي موضوعها تخلص النساء من أثار العنف على الوجه مع خبير التجميل لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
سحبت القناة التسجيل من بعد ما تلقت ردود فعل قوية على السوشيال ميديا، حيث أطلقوا الناشطين حملة ونشروا تعليقات بتقول ما تغطي آثار العنف بمساحيق تجميل، بلغي عن المتعدي، وتفاعلوا مع هاشتاجز عديدة. ننتقل لأخبار الخارج وعيد الشكر أو الثانكسجيفينغ يلي بيحتفلوا فيه شعوب عديدة حول العالم. من أيام قليلة انتشر خبر جدة من أريزونا بعتت رسالة للشخص الغلط يلي اسمه جمال هنتن، وهي مفكرته حفيدة وعزمته على عشاء العيلة يلي محضرته للمناسبة، من بعد ما تفاهموا من خلال المسجز ووضحوا الأمور وبعتوا صورهم لبعض. سألها هنتن إذا بعده معزوم على العشاء، تترد عليه الجدة وتقول أكيد هيك بيكونوا الجدات. واليوم انتشروا صورهم سوا بعد لقائهم، وأهم المواقع الأخبارية صورت الحدث ونشرته. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على الفيسبوك، وفيكن تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك إنستغرام وتويتر. لقونا بكرة بنشرة جديدة. كان في النشرة رحيل فيدال رفيق العالم الثائر ونبض جيفارا. الرفيق سعد رؤية مستقبلية مشيا على الأقدام بمياه وعروبة. في تجنيب لبنان الانزلاق نحو المخاطر المحيطة. التأليف الحكومي مجمد والتيار لن ينتظر. عرض علينا الرئيس حريري الأشغال مع الشؤون الاجتماعية ومع الإعلام ومع وزارة لحليف هو الوزير الحالي ميشيل فرعون. نحن عم نطالب بحكومة وحدة وطنية يعني بتشمل الجميع، إنما في قواعد لتشكيل الحكومة ونحن ملتزمين فيها. الجديد تكشف سقوط ملكية الشاطئ الشعبي، العقد أساس الملك. ما عندي موجب اثبات حسن نيتي لحدا، انا كمالك عندي موجب، عندي موجب. اسمحي لي ولا لحدا، ولا لحدا، اسمحي لي انا، اسمحي لي. الكويت تنتخب ورئيس مجلس الامه للجديد. كل نظام انتخابي له سلبياته وايجابياته، والصوت الواحد ليس استثناء، له سلبياته وعليه ايجابياته. كان في فن الخبر رساله فيفي عبدو الى الرئيس عون. يا مساء البول على لبنان، بنبارك لهم على رئيسهم الجديد، بنقول لهم ربنا يوفقهم ان شاء الله، ونتمنى لهم الاستقرار والسعاده. كان في ترند دعايه ارهابيه. شو بدك تقول؟ تابعونا الساعه 7 ببرنامج هنا حلب يوم السبت مع شادي حلو. ختام النشرة، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعبر تويتر الجديد نيوز. نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.